جواري تخزين بسيط من الحبوب على مستوى بلدية البسبس. مسافات ولاية جلال بمشروعين لمركزي تخزين بلدية البسباس وبلدية الدوسن. كل مشروع يحتوي على طاقة استيعاب 50,000 قنطار مخصص لمادة الحبوب. ستستفيد من حظيرة الولاية تحت الوصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. صاحب المشروع هي مديرية المصالح الفلاحية لولاية جلال بقيمة مالية أكثر من 500 مليون دينار. مدة الإنجاز تكون أقل من 10 أشهر. نستلم هذا المشروعين المهمين للولاية قبل بداية انطلاق موسم الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 24-25. اليوم شهدت ولاية جلال تدشين ملعبين جواريين، الأول في بلدية الدوسن والثاني ببلدية سيدي خالد. تأتي هذه التدشينات في إطار البرنامج الاستثمار الخاص بقطاع الشباب والرياضة، ونشهد كذلك اليوم تكريم كل الفرق والأندية والأبطال الوطنيين على مستوى هذه الولاية الفتيحة.